تتعاملوا معانا من سنين بما يرضي الله، انكم تشتغلوا مع ناس بتعض الايد اللي تتبدلها. قصدك مين يا حاج؟ قصدي على عيال ولاد بشندي الزفت ده، الواد سالم واخوها ريدي واختهم البت اللي ما تتسمى دي كمان. احنا كنا فاكرينهم غلابه يا حاج، وقلنا نحشرهم مع العيال بتوعنا. لا يا معلم دوكش، معلش انت غلطان. العالم دي بكره ممكن تقلب عليكم، وخصوصا البنت بنتهم دي زي التعبان، اما تدفى هتلدع على طول. اوامرك يا حاج. خلاص اقفلوا عليهم الحنفيه، واللي مش هيسمع كلامنا ملوش شغل معانا تاني، يشوف حته تانيه بقى يجيب منها بضاعه. اطمن يا سي فتحي، الحاج ده عمنا كلنا، واللي يرشه بالميه نرشه بالدم. هو ده عشم الحاج فيكم يا دوكش. خلاص يا رجاله نقرا الفتحه بقى عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله. بقول لك يا دامورسي. اه يا ريس. بنت ورده لسه ورده كده ومفتحه وجميله كده، كل يوم جمالها بيزيد يا ريس. يا سلام، لسه شايله مني؟ انا بروق الانان يا ريس. بفهمها يا مرسي ان انا ماليش ذنب في حاجه، انا عبد المأمور. انا قلت لها يا ريس. وانت بتكلمها مرسي بكلمها كده بحنيه شويه. حنين على الاخر معاها يا ريس. اه اوعى حسك عينك يا مرسي، الحاجة وفتحي يعرفوا منك حاجة من الموضوع ده. عيب يا ريس، ده انا مرسي حبيبك. وعدي اجرى لا اجرى لا، شوف شغلك. ايه اللي قلبك كده يا ريس؟ شوف شغلك يلا، اللي قبل على الصبح شوف شغلك. شيل لك كام لوح خشب اجري. الله. ولا حتى المعلم ابو نواس. ابو نواس ده اول واحد غدر بينا وقال لي مش عايز اخزن بضاعه عندكم تاني. انا قلت لك يا ورد، قلت لك ان العقاد ده عظمه ناشفه ولازم نبعد عنه لحد ما ينسى. ما تبقاش خرع قوي كده يا هريدي، احنا في حرب معاهم. حرب ايه بس؟ حرب ايه بس يا ورد؟ احنا عندنا سلاح نحارب بيه. انا عندي بقى اللي احسن من السلاح، عندي مخي اللي شغال ليل نهار ومش هيهدى غير لما انتقم من العيله دي واجيب مناخيرها الارض. تجيبي مناخير مين اذا كان العقاد باشاره واحده من صباعه قطع عننا ما ينور؟ طب بكره اوريك يا هريدي، بس لما يجي الواد مرسي. مرسي ايه بس يا اختي؟ مرسي ده صابع عند العقاد. ايه هتسيب الحمار وهتتشطر على البردعه؟ انا بقى ما بفكرش زيك يا سالم، انا بفكر يا اخويا اللي بعيد. بس يجي الواد مرسي وانا هوريكم. اه خوفي من مرسي بتاعك ده، لو يطلع هو الجاسوس بتاع العقاد في الاخر. وانت الصادق، ده الجاسوس بتاع برعي، عشان كده كل كلمه بقولها لمرسي بعتها لبرعي وهو بيلعب معايا نفس اللعبه. كل كلمه بيقولها لي مرسي برع عايز يقولها لي. فهمت بقى يا ناصح؟ انا مش فاهم يعني انت ايه اللي قلق دلوقتي. خايف، خايف حج لحد من تجار كم السمنه يلحس كلامه معانا. يلحس ايه؟ يلحس كلامه؟ لعلمك يا ابني فكرنا ده لو حد فكر، بس فكر انه يلحس كلامه معايا يبقى كانه حكم على نفسه بالاعدام. ثم انت ممكن تقول لي ايه اللي هيستفيدوا من بنت زي ورده دي واخواتها؟ دول طلعوا ولا نزلوا شويه صراصير؟ صراصير في حد بيستفيد حاجه من الصراصير؟ طيب كان في موضوع كده، انا مش عاجبني الحوارات اللي ما بين برعي والواد مرسي. ايه اللي مش عاجبك فيها يعني؟ ساعات بلاقيهم واقفين بيتوشوشوا ويتكلموا، واول ما بيشوفوني لا اما بيسكتوا لا اما بيغيروا الموضوع. وهو ده طبيعي، اصل مرسي ده بينفذ اوامر برعي، وبرعي في الاصل بينفذ اوامر انا، والاتنين لقمه بقى مش عايزينك تعرف هما بيقولوا ايه ولا بيعملوا ايه. طب ازاي يا حاج؟ هو انا مش المفروض اعرف كل حاجه؟ لا يعني ما هو اصل دول تقدر تعتبرهم المخابرات بتوعي، يعني زي رأفت الهجان. وبعدين هما الاثنين ما يعرفوش ان انا في الاخر بقول لك على كل حاجه. اه طب وايه لازمته يعني اللف والدوران ده؟ ما هي دي شغلانتنا يا ابني، في شغلنا لازم يكون في اسرار، ومحدش يعرف الحكايه كلها غير المعلم الكبير. فما تستعجلش، بكره لما تبقى انت الكل في الكل هتبقى عارف كل حاجه. طيب انا
كنت عايز اعرف كل تحركات البت ورده هي واخواتها. نهار اخبر، وانت عايز تعرف ده ليه يعني؟ عشان الشغل ولا كون رجعت حنيت؟ لا يا حاج، الموضوع ده انا نسيته خلاص دلوقتي، ما بقاش فيه حاجه في دماغي غير الشغل. اهو كده فرحني، براه عليك فعلا. الراجل مفروض ما يكونش في حياته غير الشغل، الشغل وبس، ما يحشرش النسوان في حاجه، ما يدهمش سره. يعني انا ملاحظ يعني يا حاج انك بتقول كل حاجه لامي عن الشغل. انت متهيألك. انا ما بقولش لامك غير اللي مفيش مانع انها تعرفه، مش هيجرى حاجه لو عرفته، انما غير كده ابدا. طب ايه يقولك بقى ان انت دلوقتي بتعرف حاجات في الشغل امك من اصله ما تعرفهاش ولا يمكن تعرفها؟ وانا عايز اقول لك كلمه حطها حلقه في ودانك، لا تكلم امك ولا مراتك في الشغل، خرجهم بره ان فيهم، فاهمني؟ مرسي يا ريس. خد يا ولد. وامر يا ريس. الحاج عاوزك تطلع مشوار على كوم السم، تشقر كده وتتنقص، شوف حد من ولاد بشاندي كده في حد بيمونهم بضاعه ولا لا. هو في حد يقدر يا ريس؟ بطل غلبه مرسي واعمل اللي بقولك عليه. اوامر الحاج على دماغهم فوق يا ريس. مش اوامر الحاج يا مرسي، دي اوامري انا. حاضر يا ريس. وبعدين لو ميت على البت ورده ما تخشش عليهم بايدك فاضيه. تحب تجيب لهم ايه يا ريس؟ انت عارف الغلبه محتاجين ايه يا مرسي؟ لقمه وهدمه يا ريس. لا خليك في اللقمه، الهدمه دي البت ممكن تحطك في دماغها ويحصل بينك وبينها قصه غرام. وراح انا في الكازوزه، يلا توكل على الله. والله ليك وحشه ورده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه كل ده يا واد يا مرسي؟ كله من خيرك يا ست الكل. ازيك يا سالم؟ ازيك يا مرسي؟ ازاي اخبارك؟ الحمد لله. اخبار الشغل ايه؟ كله تمام، والدولاب داير واخر قلصته كمان. عجيبه. عجيبه ليه يا واد يا مرسي؟ اللي اعرفه ان الحاج امر التجار ان يقفلوا عليكم حنفيه. ما هو ربك بقى بيرزق من كل مكان. انا عايزك في خدمه. ولا انت امرين يا ست كل. عايزك تروح للمعلم برعي تقول له ورده نفسها تشوفك قوي. هنا هنا ازاي يا ولا؟ هو المكان هنا برضو يليق بالمعلم برعي؟ يا دين النبي ورده، ايه الجمال ده يا بنت؟ تحلوتك. طب الاول عجبتك؟ عجبتيني. عجبتيني مين؟ ده انت هوستيني يا ورده. لسه بتحبني يا برعي؟ بحبك. انت ما فرقتيش فكري لحظه من ساعه الواد ابن العقاد ما خطفك مني. يعني لسه رايدني؟ رايدك. رايدك من امبارح قبل النهارده. اكتر من مراتك؟ اكتر من نسوان الدنيا دي كلها. بس انا بقى ما حدش يلمسني غير في الحلال، لازم يكون الحلال ده على كيف. ايوه بس انت عارفه ان انا ما اقدرش اتجوز على بنت العقاد. امال يا اخويا كنت زمان بتجري ورايا وعايز تتجوزني ليه؟ ولا هو كان ضحك على الدقون؟ لا مش ضحك على الدقون، الكلام ده بجد. بس انا كنت ساعتها انا عاوز اتجوزك عرفي، واللي انت تطلبيه انا تحت امر. بس بشرط. هتشرطي على الريس برعي؟ فين نسيتها ورده ولا ايه؟ اذا كان عاجبك يا حبيبي وعلى راي المثل كل حاجه بالخناق الا جواز بالاتفاق، عن اذنك. استني بس، ما تبقيش مجنونه. امال الله، قول اللي عندك يا ورده. تموني انا واخوتي بالبضاعه. اه ده انت داخله على الحامي قوي يا ورده. جرايه يا ريس برعي، هتخسع من اولها؟ لا مش هخسع ولا حاجه، بس الموضوع ده خطر قوي. كاتني خيبه حظ المهبب، انا عماله اقول ما حدش بيحبني ويخاف على مصلحتي غير الريس برعي، تيجي كده قدامي وتخسى؟ امال فين بقى الحب اللي انت عمال تقولي عليه؟ انت حبك مالي قلبي، جوه قلبي يا ورده. امال مالك، جرالك ايه؟ تكونش خايف من ابن العقاد؟ اسحب الكلمه دي يا ورده، انا بخافش من فتح ده ولا بخاف من ابوه، العقاد نفسه اللي اقعصها الشنب بيتهز منه انا ما بخافش منه. هات من الاخر يا اخويا وقصر، موافق ولا اشوف راجل تاني؟ مش هتلاقي يا ورده، عشان انا اخر الرجال المحترمين.
وافقة يا وردة واعمل لك اللي انت عاوزاه. ربنا يخليك ليا يا برعي.